كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعا لحضراته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعا لحضراته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعا لحضرته، جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعا لحضرته، نال الشرف والله عفا، عما سلف من أمته، فمحمدنا هو سيدنا،
فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، نال الشرفا والله عفا، عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته.
الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا، عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا، عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا
من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد. أحمده وأسأله من فضله المزيد، وأشكره شكرا مقرونا بالتحليل والتسبيح والتحميد. الصلاة والسلام على عبده وحبيبه وسيد خلقه وخاتم أنبيائه أفضل الرسل وأشرف العبيد، الذي أخبر أن ميزان أمته ترجح يوم القيامة بشهادة التوحيد، وعلى آله وأصحابه صلاة لا تفنى ولا تبيد. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن وفهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم افرح قلوبنا بالإيمان والعلم والقرآن والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن الرزق أوسعه، ومن العافية دوامها، ومن العمر أسعد، ومن الرحمة شمولها، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العيش أرغده. ونسألك من العلم أنفعه، ومن العمل الصالح أصلحه. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم.
Amma ba'du, setia pendengar, pencinta setia kuliah 371, sepetengkul hormaten, setia kiai, kiaji, guru ngaji, punyai, ustad-ustadah, langkong-langkong, sesatini, tene kuliah 371, pagi semangken, insyaallah manabi tak kalep, tur tak keleroh, pagi tanggal 6 bulan 10. 2000 lekor sesata jena beteng kau lemol jaki tor beteng kau lemator saya ibu-ibu kalangkong atas kasutian epon seteje saya memancar luaskan kuliah 371 saya lebat RPO saya lebat FM radio saya lebat channel internet bencukan pengeras-pengeras suara sesata jena cukan beteng kau lemol jaki dak kasata jena tergolong aturakin sekelangkong cukan muka-muka sata jena paringat kehacet dari pun apa saya kehacet sealai beti dak kasairi da'i Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته بأن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين خصوصا إلى حضرة ساداتنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي امين ثم الى حضره ارواح جميع الاولياء والشهداء والصالحين والائمه الراشدين المجتهدين والقراء المخلصين وأئمة المحدثين والمفسرين والعلماء العاملين المصنفين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع الأولياء التسعة ولي صنغو وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض وإلى مغاربها برها وبحرها والقراء والحفاظ وجميع أصولهم وفروعهم ومشايخهم والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم في الدين قدس الله روحكم ونور ضريحكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين خصوصا
setejena arwah bang sepo keluarga dan kula pencinta pendengar Kolia 371. Se ampon etrema sabedena kereman-kereman asma-asma ipon. Se ampon lah sebelum nak into setejena imau sen Fatihah. Muka-muka Allah apa dengan kecemburan, kepungaan, dan kesetajian nasib di alam barzakh. Muka-muka Islam takina dari fitnah-fitnah kopur atau fitnah-fitnah alam barzakh dan selamat dari seksaan apa neraka. Juga muka-muka setajian kaparengna alam barzakhna padana ben seneng ikepun suargana. Muka-muka amal-amal bagusnya terima sarang Allah, amal-amal cubana isepurah sarang Allah. Wa ila hadrati arwahi amwati hadil balda minal muslimin wal muslimat, innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المخلص الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف ومعروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات قهر عظمة أمره بين الكاف والنون وأحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفعل الله ما يشاء بقدرته ويكو ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وهذه سوله والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية وعد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد زين الوجود وعلى آله خير كل موجود. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود بعدد كل موجود من غير حد محدود كما يليق بالكرم والجود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة يسري سرها في جزئياته وكلياته وتظهر بركاتها في حركاتي وسكناتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا الشعب ولتلو كلمات ربنا الطيبات المباركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه أجري يا ربي لطفك الخفي في أمري. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت. اللهم إني أسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني بما فيما بقي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي الهلال وفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد ذا الخلق العظيم
وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا رب روحا لذاته في من جميع الوجوه من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأسر الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل أفضل الصلوات وأنمى البركات وأزكى التحيات في جميع الأوقات على شرف المخلوقات سيدنا وسيدنا مولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات وسلم عليه يا ربنا أزكى التسليمات في جميع الحضرات واللحظات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء واضح الوسيلة والمقام الذي وعدته. اللهم صل على سيدنا محمد الجامع لأسرارك والدال عليك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترفعني بهما عندك على مكان في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن آله وأصحابه رضا عن الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة بالعضلة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحه من روحي وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهه من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاته علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أصلي يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر دجان نور الهدى مصباح الظلام بالقاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا شر كل عدو حاسد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم، 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 من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا انت افضل الذكر، فاعلم انه لا اله الا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي باق، لا إله إلا الله حي دائم لا يموت، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول 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 الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله،
عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نرضى بفضل الله. ويا أغطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. ويا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسوقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه. يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والآيات. وبدلنا ما اللهم اغفر لنا ذنوبنا أخطائنا كلها ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأصحاب الحقوق علينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وغيب لا يشاء وإن لا تسمع نصيرا تسمع وإن لا يرفع دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب. اللهم إنا نسألك الصحة والسلام والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أوصل ثوابنا قرأناه نور ما تلوناه وما هلنا وما سبهنا إلى حضرة أرواح من قرأت لهم الفاتحة. اللهم انزل بقبره نورا ورحمة وغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم انزل بقبره نورا ورحمة وغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم انزل بقبره نورا ورحمة وغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم انزل بقبره نورا ورحمة وغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسلم ادخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدلهم دارا خيرا من دارهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر بذاته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم اغفر ذنوبهم وامحو سيئاتهم وتجاوز عن خطيئاتهم. اللهم ضاعف حسناتهم وارفع درجاتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Muka-muka terima Allah. Muka-muka satu jenatan kulis semerang aki terse ngiring maus. Muka-muka sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalebar ngalaban lebat-lebat kalimat-kalimat saya sebut. Mantar-mantar dan kulis saja. Paling na selamat. Kaparing na sihat barokah. Siapa tambah pengawaningan agama na, tambah ibadah na, tambah rizki si halal, tambah syukur na, tambah sabar. Sesongkan yang kiman terjukan paring na beres. Sor muka-muka tulian na mabuku na tambah, saya kesongkan na mantar sabar. Kuliah 371 ngacek dari setajah tenggaula menabi awali ngacek ma banyak ten kaulis taja zikir dek Allah tarik banyak zikir ke Allah tarik banyak zikir ke Allah tarik banyak zikir ke Allah karena zikir ke Allah ni kah sebanyak tentunya pada kecukan banyak mailang mailang rekong mailang mailang susah di rekong kan di susah kan insyaallah bisa selamat taki Aba serekong nikah kalaban zikrullah. Cukan kau lihat 371 ngacak dekat setajal kaku sami-sami maungku asyukur, maungku asyukur dekat Allah. Maungku asyukur dekat Allah. Seampunan nikmat-nikmat saya paling aki dekat dekatan kulis saja. Banyaknya cukan nikmat saya orang kuat. Benih nikmat kau ke nikmat semulja, nikmat sefokus. Enggak ngacak pas oba kalaban sebab ngangkui toraku nakin ada nikmat-nikmat Allah tersebut manika yang kui kasih salah yang kui kekelero tapi bang kuah na syukur dah kau tidak sampai nikmat-nikmat si depak teti begina si ada orang dah kabar kan kui ngelaku akin si salah tidak sangat rasa aki sama neka usah aki selalu ikhemat dan gula mangkir rezeki. Jika ima kula ban bajangan ibu ini amat ya syukur bangku dak Allah. Kuliah 371 juga ngecek ngereng sami-sami mapender ma tepa. Magena. Pagena pa tepa pa pender. Cek palopot dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sarengan saja para debu ampun la ijma disepakati bi saja para ulama. Kemuka saja tiasi manfaat tor si barokah. Sekali itu bisa os, insyaAllah bisa sampung boleh laku i waktu tor frekuensi sebedah. Kan muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala apa hari nggak tetap saja. Daka kuliah 371, apa hari nggak kecemperan daka kuliah 371, apa hari nggak kembangan daka kuliah 731. Muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala apa hari nggak sejen tambah terang ben terakna tor terangi benerai. Kuliah 371 daka setajana. Muka-muka tetap frekuensi negatif frekuensi. Napa be ambak titik frekuensi pembelemanan atau benar pembelemanan dan kulis saja. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim nasidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma hadina bi hudak wa la tuwallina wa liya siwak. Wa jalna min syar'a fi ridak wa la tajalna iman khalif amrak wa asak. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صبورانا 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 سأل الله بسي سمبوم بولي لكو وقت طور فريكوينسي سيباده Selalu apa tak kurang lebih nanya orang sebora boleh. Muka-muka laku bisa sampung ni frekuensi sepada ben waktu sepada. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.